أشادت السفيرة الأمريكية في القاهرة هيرو مصطفى بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وبدورها في أزمة غزة والعمل مع مختلف الشركاء لعودة الاستقرار إلى المنطقة. جاء ذلك خلال تفقد السفيرة الأمريكية ميناء العريش البحري في حضور محافظ شمال سيناء خالد مجاور. وكانت السفيرة الأمريكية قد تفقدت مخازن الهلال الأحمر اللوجستية في مدينة العريش، حيث استمعت إلى شرح مفصل حول آلية استقبال المساعدات وطرق تخزينها وكيفية إعادة إرسالها إلى قطاع غزة. وقامت السفيرة الأمريكية بتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية في المنطقة اللوجستية في مدينة رفح، هذا بجانب تفقد معبر رفح البري. استقبلنا سفينة المساعدات الإنسانية الرابعة ضمن عملية الفارس الشهم 3 بالتنسيق وتعاون كبير مع الأخوة هنا الأشقاء في جمهورية مصر العربية في تسهيل مهمة هذه دخول هذه السفينة، لهم كل الشكر. طبعا هذه السفينة تعتبر ضمن سلسلة من 4 سفن ضمن عملية الفارس الشهم 3، وتعد الأكبر من حيث الحمولة، حيث حملت على متنها 5340 طن من المساعدات. المستشفى الإمارات العام منذ أكثر من 160 يوم وهو موجود في ميناء العريش ضمن عملية الفارس الشهم 3، حيث نقوم بتقديم العلاج الطبي والجراحي لأشقائنا الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة، وهدفنا التخفيف عن معاناتهم بتقديم العلاج والجراحي والطبي الأمثل مع العلاج النفسي، ولله الحمد.